هذا يسأل يا شيخ، يقول بالنسبة لرمي الجمرات، ما الحكمة من رمي الجمرات؟ الحكمة الاقتداء، الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. والحكمة أيضا أنها دحر للشيطان، فيها دحر للشيطان، وفيها إحياء لذكر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله عز وجل. فرمي الجمار ذكر لله، وهو في نفس الوقت دحر للشيطان. نعم.